أبو يوسف، زكاة 100,000 حال عليها الحول، هل يستطيع يؤجلها إلى رمضان؟ هو بالنسبة للزكاة إذا حلت لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، ولكن يجوز له أن يقدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجل زكاة عمه العباس، كما جاء ذلك في جملة من الطرق، هذا الذي يذهب إليه جماهير العلماء، فنقول لا حرج عليه أن يعجل ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة للتأخر، فإن المال ليس له وإنما للفقراء، فإذا وجبت الزكاة في المال فإنه يجب عليه أن يخرجه من ماله ويعزله. طبعا بعض الناس يقول بالنسبة للزكاة أني أضطر لتأخيرها، والعلة في ذلك أنه يريد مثلا أن يدفعها لفقير والفقير ليس بحاضر، وكالذي مثلا يريد أن يرسلها مثلا لبعض الفقراء والمحتاجين والمعوزين أو النوازل والكوادر التي تقع في بعض البلدان، فما الذي يفعلها في ذلك؟ نقول يخرجها من ماله، فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وغيره أنه قال أما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكت. نقول في ذلك أن المخالطة في ذلك أنها يأخذها الإنسان وهي للفقراء والمساكين ثم يضعها في ماله، هذا لا يجوز، لأنه لو مات الإنسان في هذا بقيت في ماله وبقيت في ذمته وهي ملك الفقراء والمساكين. الإنسان يأخذ مال غيره كغني وغير ذلك، ولكن كيف تأخذ مال فقير؟ لأنه بمجرد تمام الحول تحول هذه النسبة من مالك إلى الفقراء، فيجب أن تعلم أن هذا هو خليط من أموال الفقراء في مالك، فيجب عليك أن تبادر في هذا. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة العشاء، فلما سلم دخل إلى داره ثم مسرعا، فلما رجع قال لعلكم سألتم ما الذي قامني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهله، يعني أنه صدقة، وهذه الصدقة هي إذا ما وجد فيها لها مقابضها فيجب أن تدفع إليه لا أن تتأخر. أما حبس المال لمجرد الرغبة أو كذلك التكاسل، أو يريد الإنسان أن يخرجها متى ما رغب، أو يريد بها فقيرا بعينه والفقراء موجودون متوفرون، فنقول ينبغي له أن يبادر بها، بخلاف مثلا الإنسان مثلا يريد أن يتربص بها محتاجا يعلم وهو يقول مثلا أنه مسافر إلى مكة وانتظر أن يعود بعد أسبوع أو بعد شهر أو كان غائبا أو نحو ذلك، فنقول في هذا يخرجه من ماله ويشهد عليه ويبين أن هذا من الزكاة، فحينئذ لا حرج عليه ولو تأخرت باعتبار أنها محجوزة لذلك الفقير ومفصولة من ماله، والله أعلم.